اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بصحه وراحه. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك سعيد، يا ربي نعاد عليكم بالخير واليمن والبركات وباش ما كتسمنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم ثلاثه الوصفات الرائعين. اول وصفه معنا غتكون الرقاق. الرقاق طبعا مصري، بالحق حنا غنديروا فيه شويه ديال نلعبوا فيه شويه بالمغربيه، يعني هيكون رقاق مصري بس بلمسه مغربيه. وغنديروا لكم الكوتليت مشوي وغنديروا شلاضه ديال الباربا. خليكم معنا، نمشيو فاصل ونرجعوا على طول. ورجعنا لكم من الفاصل مع الرقاق. طبعا احنا كلنا عارفين ان الرقاق مصري مش مغربي، بس النهارده هنعمله مع بعض. يعني انا قعدنا نبتكر فيه شويه بمناسبه العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنعمله يعني بلمسه مغربيه. طيب هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه رقاق طبعا، بصل مفروم ناعم جدا، ورق لورا، سمنه، سمنه بلدي او سمنه عاديه زي ما تحبي، زبده، وقرفه، كمون، وجنزبيل مطحون ناعم، وراس الحانوت طبعا، واللحمه المفرومه، والملح والفلفل. بس انا هستغلت راس الحانوت عشان يديله نكهه مميزه. طيب اول حاجه هاخدها، خليني اخد السمنه والزبدة، مش هاخد منهم كتير، هاخد شوية شوية وانزلهم. انا بعمله بالطريقتين، يعني احنا بنعمله بالطريقة، يعني انا عن نفسي بعمله بالطريقة المغربية وبالطريقة المصرية. الطريقة المغربية احنا اوريدي ما عندناش رقاق، فبنزود عليه توابل مغربية ويبقى مغربي معانا. بس هناخد انا اخد شوية من السمنة وشوية من الزبدة، وهنعمل البصل بتاعنا يتشوح. طيب هشوح البصل بتاعي، نروح للحمه. مش هسيب البصل يدبل هنا كتير، انا هنزل عليه اللحمه على طول. وابتدي ادوس عليها. طيب خلينا نتبلها دلوقتي. ناخد الفلفل والملح بتاعنا طبعا، ونعمل التتبيلة اللي احنا قلنا عليها. زي ما قلت لكم المقادير بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة. وناخد ورق اللورا، عايزه اقول لكم راس الحانوت ده من اهم التوابل عندنا في المغرب. ان شاء الله بعد العيد على طول هنعمل حلقه خاصه بالتوابل، وهنعمل كل التوابل اللي احنا هنعملها، ويعني اللي هو هنستخدم اللي بنستخدمها دلوقتي واللي استخدمناها في وصفات كتيره قوي، وهنعمل كمان اللي احنا لسه هنستخدم. يعني في وصفات كتيره قوي وفي توابل كتيره قوي هنعملها مع بعض بالراحة، يعني حبة حبة هنعمل كل حاجة. بس هنخصص إن شاء الله، أنا زودت شوية كمون هنا، هنخصص إن شاء الله حلقة خاصة بالتوابل فهوريكم كل حاجة إحنا بنعملها. طيب أنا حطيت دول، هسيبهم يتشوحوا شوية أو يتشحروا كيف ما كنقولوا. طيب حطينا اللحمة بتاعتنا، تبلناها، حطينا فيها كل حاجة، وهنروح هنخليها تتشوح شوية ونروح للشوربة بتاعتي. طبعا زي ما احنا عارفين كل واحد بيحب يعمل شوربة معينة، يعني كل واحد كل شيخ وليه طريقة. هقول لكم الطريقة دي وجربوها، انا مش هعملها، انا عاملاها محضراها، بس هتلاقوا المقادير برضو بتاعتها على الشاشة. ناخد المية طبعا على حسب لترين مية، واخده معاهم انا هنا جزرايه، بصله مقطعاها على اربعه، طماطمايه مقطعها على اربعه، واخده كمان جنزبيل، عود جنزبيل فريش، عود قرفه، واخدين مستكه، واخده اربع يعني شويه قرصه مستكه كده، واخده كمان فيها حبهان، اربع حبات حبهان، وحاطه فيها شويه زيت بسيط وملح وفلفل طبعا، وجنزبيل فريش طبعا قلناه.
وحتى فيها كمان لحمة. لو عايزين تضيفوا عليها يعني بدل اللحمة، أنا حطيت هنا اللحمة، لو أنتوا عايزين تضيفوا عليها يعني تبدلوا اللحمة بالفراخ، ممكن نعمل الفراخ ونزود عليها قرنفل. عايز أقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا. دي اللي هنسقي بيها الرقاق بتاعنا. خلينا نشوف اللحمة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اللحمة مش بتاخد وقت كتير عشان السوى. احنا طبعا ما عندناش كلام ده في ال يعني ما عندناش كلام ده في المغرب خالص، موضوع الرقاق والطبخ طبخ ما فيش في المغرب. تلاقي مشويات، كله مشويات مشويات مشويات، تلاقي لحمة راس، هتلاقي يعني أكلات مختلفة تماما. اوكي، هناخد الرقاق طبعا. خليني اخد دي احطه في الصينيه بتاعتي عادي ونبتدي نسقي. انا هاخد سايبه اللحمه بتاعتي كتشحر مع راسها تما او بتتشوح براحتها، وهاخد الرقاق. في ناس بتحب تاخد الرقاق في كده وتسقيه، يعني في ناس بتحب تعمله بالشكل ده، يعني اغلبيه يعني صدق اغلبيه المصريين اللي انا بعرفهم بيحبوا يعملوه كده بالطريقه دي بيسقوا، بس انا بحب اعمله هنا. انا باخد راق، اول راق ما بحطش فيه سمنه خالص، يعني ما بقربش للسمنه ولا الزبده، ما بقرب لهمش ولا بعمل فيهم اي حاجه، ما اعرفش بحس انه ببقى عايزاه من تحت يبقى طري شويه ومن فوق يبقى مقرمش، انا بفضله كده. طيب هحط الرق تاني من دلوقتي، هبتدي احط شويه شوربه وشويه سمنه. خلينا ناخد شوكه وهبتدي طبعا زي ما انتم شايفين الشوربه دي كلها هتتشرب، يعني مش هتفضل خالص العيش ده، هيشرب كل السوب دي. وبالنسبة لي أنا لما بعمله كده بيبقى كريسبي، يعني بحس إنه كريسبي شوية، مش ما بيبقاش طري، ما بيبقاش طري قوي. طيب شايفين اللحمة أهي، اللحمة بتاعتنا استوت. خلينا نخليها على جنب لحد ما نخلص من الرقاق، وابتدي ادوس عليه عشان الميه ما تبقاش عندي كتير ويبقى طري جدا فيعجن مني. طيب انا الاخيره دي مش هحتاج احط عليها خالص الشوربه، مش هحتاج اعمل عليها شوربه خالص، نعمله بس السمنه. اوكي طيب عملنا السمنة، هبتدي اخد اللحمة المفرومة بتاعتي في النص واملاها. مرة حبيت اخترع فجربت معاه تشيز برضو، كان طعمه حلو جدا، كان جربت معاه جبنة كاختراع بما اني مش مصرية وبحاول اعمل اكلة مصرية يعني وادخل فيها شوية حاجات من بره. برضو التوابل دي مع الجبنة كانت حلوة جدا بصراحة، كانت جبنة شيدر، كانت طعمها حلو جدا. اوكي ونرجع بالرقاق تاني. طيب اول واحدة عندنا هحط عليها مية بس مش كتير عشان اللحمة، زي ما قلت لكم لو حابين تعملوه بطريقتكم اللي هو ننزل عليه المية، دي حاجة بترجع لكل واحد زي ما يحب هو. لازم تجربوه بالتوابل دي، بس ان شاء الله بعد ما نعمل التوابل بتاعتنا كلها في الحلقات الجاية هيعجبكم جدا ان شاء الله. هاخد شوية مية كمان، والشوربة دي بتبقى طعمها حلو جدا مع
مع الرقاق بيبقى طعمه حلو جدا. رقاق او جلاش بتبقى الشوربه دي طعمها حلو قوي. الجزر بيدي تسكيره، والبهارات اللي فيها الجنزبيل مع الحبهان مع الكلام ده كله مع المستكه بيبقى طعمه بصراحه حلو قوي. طيب احنا عملنا، وهعمل، خليني اخد السمنه. هدهنها ونحط الرقاق بتاعنا يستوي، بس هزود لها ورقة كمان وخلاص. طيب خليني اشوف ورقة تبقى وشها مظبوط. اوكي ده هحط عليه الشوربة بالراحة وحاول أنزلها، بس تبقى بالراحة طبعا، ما تعملوش زي ما أنا عملت دلوقتي، خلوها بالراحة خالص عشان ما تكسروهاش ويبقى شكلها وانتوا بتقدموها حلو. طيب زي ما انتوا شايفين مفيش مية كتير خالص، مش هتلاقوا مية كتير. ناخد بقى الزبدة بتاعتنا، هفرق الزبدة عادي يعني، هنزل الزبدة، هحط هاخد واحدة هنا وأقسمها. وهاخد كده. كده الرقاق بتاعنا جاهز اننا ندخله الفرن، وهيبقى يعني هيخش له الفرن تقريبا مدة يعني حوالي 40 دقيقة على نار يعني هنخليه ما بين 170-180. هيطلع حلو جدا وهيطلع مقرمش، وفي نفس الوقت في طريان، مش هيبقى ناشف معاكم قوي، وفي طريان وفي قرمشة كده يعني عشان ما يبقاش طري. اللي بيحبه يبقى طري جدا يزود عليه السوب اللي احنا عملناها او الشوربة اللي احنا عملناها. اخليه كده، هنزود عليه السوب اللي احنا عملناه، هيبقى طعمه طري جدا. عايزينه مقرمش مش هنكتر قوي، بس هنعمل نفس الحركه بتاعه الزبده اللي احنا عملناها، هيطلع معانا مقرمش. طيب خلينا الرقاق بتاعنا في الفرن، خلينا نمشي وفاصل ونرجع لكم مع الكوتليت مشوي واشلاده ديال الباربا. رجعنا لكم من الفاصل مع العيد والحلقات ديال العيد اللي كنديروا فيهم كاع الشهيوات المغربيه. اليوم جينا لكم مع شهيوه مغربيه مميزه، الكوتليت مشوي. الكوتليت مشوي ريش مشويه، اهي ده الكوتليت، اسمه غريب بس هو الريش. طيب هنحتاج فيه طبعا الكوتليت، هنحتاج كمان ثوم مهروس، بصل مفروم ناعم، كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، جنزبيل، كمون، كركم، شوية خل، وملح وفلفل وزيت زيتون طبعا، وهنحتاج فيه شرايح طماطم عشان نزين بيها. طيب خليني اخد اللحمة بتاعتي او الكوتلت ديالي، هحط عليه الخل، هحط الثوم، نحط التوابل بتاعتنا كلها هنتبله. في ناس ما بتحبش تحط فيه الكركم اللي هو الخرقوم، بس انا بصراحه بحب احط فيه ده لانه ماما بتعمله بيبقى طعمه حلو جدا، بيدي نكهه حلوه، خصوصا انه ده من الحاجات التوابل اللي بتدي نكهه حلوه جدا. طيب جنزبيل خليني اخلي شويه دول عشان ازين بيهم، وبصل برضو هخلي شوية دول عشان أزين بيهم. طيب هناخد شوية زيت زيتون، حاجة بسيطة مش كتير عشان بس نعرف ندمجهم. اللي مش حابب يضيف الزيت على التتبيلة ممكن يحط بدلها مية، يعني ممكن نعمل مية عادي جدا هتبقى برضو حلوة معانا. نتبل اللحمة بتاعتنا، بصوا عندنا في المغرب
اللحمة دي بناكلها يعني ده تاني عيد بتلاقيهم في المغرب عاملين الكلام ده كله. أهم حاجة نتأكد اللحمة بتاعتنا اتبلت كويس. بصوا بقى يا جماعة، لو احنا هنعمل الأكلة دي للغدا خلينا نتبلها قبليها. خلينا نتفق على حاجة، خلينا نتبل كل حاجة قبليها بساعتين، يعني خلينا ساعتين و يعني ما فوق، بس أي لحمة أي نوع لحوم بنتبله من ساعتين وإحنا طالعين، يعني مش هنعمل ساعتين، مش هنعمله ساعة، مش هنخلي التتبيلة بتاعتنا مدتها ساعة، من ساعتين وإنت طالع أي لحمة تبقى معاك حلوة جدا وهتلاقيها طرية قوي. بس لما تتبلوها أول ما نتبل اللحمة في التلاجة وسلوفان نغطيها. أنا الملح والفلفل هسيبهم لحد الآخر وهنزلهم عليه، مش بنزلهم في الأول عشان محدش يقوم حاطط عليه الملح والفلفل، هسيبهم في الآخر خالص. وناخد شوية زيت زيتون بسيط ونقوم حاطين الطماطم بتاعتنا. طيب خلينا نقلب الريش بتاعتنا. اهم حاجه كل شويه نبص عليها. طيب اول ما اللحمه تبتدي تبيض معايا هبتدي احط عليها الفلفل. لو عندك فلفل، لو متاح عندك فلفل حب يبقى سليم ونعمله في ايد الهون او في المطحنه بتاعه الفلفل. طيب هبتدي احط الملح عليهم ونفس الموضوع لما نيجي نقلبهم من الناحية التانية. طيب خليني قبل ما نروح للشلادة دي الباربا بتاعتنا خليني نشوف الرقاق وصل فين. طيب فضلوا شوية خليني أقلب الناحية دي. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي، بيبقى مقرمش شكله حلو جدا كيشهي. اوكي خلينا نروح لشلادة ديالتنا. الشلادة بتاعتنا هنحتاج فيها شلادة ديال الباربا. الباربا اللي هو البنجر أو الشمندر على حسب كل واحد بيسميه إيه. هنحتاج فيها الباربا، هنحتاج فيها جبنة بيضة متقطعة مربعات، بس نختار، خلينا نختار النوع الجبنة اللي بيبقى فيه يعني شوية تبقى حادقة معانا. نحتاج طماطم فيها متقطعة صغير، فاصوليا حمراء وفاصوليا بيضاء يا معلبات، يا ناخدهم نجيبهم ننقعهم في مية طول الليل ونسلقهم تاني يوم، بس تبقى أسهل لنا المعلبات. تونة ما يبقاش فيها زيت ولا أي حاجة اللي هي التونة الدايت. بصل مفروم ناعم، زيتون متقطع حلقات. هنحتاج ليمون وهريسة، هريسة ممكن نستبدلها بالتاباسكو، وبقدونس مفروم ناعم. وهنا وهنحتاج طبعا الناتشوز اللي هم رقائق الذرة. طيب وهنحتاج كمان للتزيين هنعمل صوص فيه زيت ومستردة وكمان كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، وطبعا شوية فلفل بسيط مش ملح. وهاخد زيتون أحمر أو أخضر صدقوا على حسب أنتوا بتفضلوا إيه للتزيين. طيب خليني عشان ما افضلش شايلة إيدي على قلبي ناخد الرقاق بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو، تبقى صينية الرقاق بتاعتنا جاهزة، بيبقى طعمها حلو جدا، لازم تجربوها بالتوابل دي. والطماطم خلينا نشوف. طيب هي كده اول ما تشوفوا الطماطم لسه حمرة بالشكل ده، لا انا عايزاها تبتدي كأنها بتتشوي، يعني كأنها بتبتدي تسود معايا. طيب خليني احط
نعمل الصوص اللي احنا هنعمل فيه السلطة. هناخد الليمون، السلطة دي او سلطة اللي احنا هنعملها دي خفيفة جدا وسهلة، مش بتاخد يعني مش هتاخد معاكم وقت طويل، بيبقى طعمها حلو جدا. وتغيير في العيد بقى، فكله ايه بيعمل يعني بنعمل كل حاجة، بنحاول نعمل كل حاجة في الترابيزة، من نشكل سلطات، نعمل كل ما تتخيلوه. اوكي، هنعمل الهريسة، الخل والكزبرة او سوري البقدونس مفروم ناعم بالشكل ده. كده عندنا ده جاهز بالنسبة لي. طيب اهم حاجة في السلطة دي او السلطة هذه هي التظبيطة اللي هنظبطها فيها، يعني ده بيبقى اهم عندي من كل حاجة. هاخد شوية هنا مش كتير، وهاخد شوية هنا مش كتير برضو، وهاخد شوية هنا اهو، يعني هنخلط التلاتة دول، بنخلطهم هقلبهم بالشكل ده وهبتدي ارص. خليني البس جلافز عشان انا هشتغل بايديا، هيبقى اسهل واسرع كمان. طيب قبل ما نبتدي تاني في السلطة، الريش بتاعتنا تعتبر خلاص اهي، يعني مش عايزة تاني اكتر من كده عشان لحمها يبقى طري معايا، مش عايزاها تبقى ناشفة زي ما انتوا شايفين، تعتبر كويسة جدا. خلينا نشيلهم ونقدمهم. بصوا شكل الطماطم بيبقى ايه، بيبقى بالشكل ده، وابتدي يعني بصوا بتبقى بسيطة جدا. هوريكم دلوقتي نكمل. في ناس بتحب تشوح البصل ده، في ناس مش بتحب، على حسب انتوا عايزين ايه. اخد بسيط هنا في النص. طيب دي الريش بتاعتنا او الكتلة المشوي ديالتنا، ضروري تجربوه لانه كيجي زوين ورائع بصراحه، فلازم لازم تجربوه. طيب انا رحت طبعا الشلاضه ديال الباربه ديالي، خلطت الباربه، وهناخد الفاصوليا او اللوبيا البيضاء واللوبيا الحمراء، هنحركهم. المقادير بالظبط هتلاقوهم عندكم على الشاشه عشان تعرفوا، عشان ما يبقاش معاكم سبايسي وما تبقاش حادقه بزياده. زي ما قلت لكم الهريسه ممكن نستبدلها بالتباسكو، بس يفضل الهريسه. تبقى بسيطة جدا 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 وبيبقى طعمها حلو جدا. اوكي هنبتدي نحط على طول السلطة بتاعتنا. دخلوها التلاجة وبتقدموها ساقعة، بيبقى طعمها حلو قوي.
بتبقى سلطة جديدة، يعني تغيير بالنسبة لنا، مش السلطات الاعتيادية اللي احنا متعودين عليها. زي ما قلت لكم في المغرب بنحب نشكل، بنحب نعمل أشكال كتيرة قوي في الأكل. فالمهم أنكم تجربوه عشان تعرفوا أكلتنا بنعملها إزاي. في ناس بتحب عندنا البصل تضيف عليه نفس الخلطة اللي احنا عملناها، بس انا ما بفضلش، انه لسه في دريسنج للسلطة بينزل عليها، فبيبقى طعمه احلى مع البصل لما بيتعمل، يعني بيدي طعم احلى مع البصل من غير التتبيلة اللي احنا هنعملها دلوقتي. طيب خليني اخد الباربة. طبعا الباربة عندنا ليها هي الدور الاساسي، او السلطة دي سلطة الباربة كيف ما قلت لكم، دورها هو الدور الأساسي وأهم دور في السلطة دي. ناخد بالشكل ده. هناخد الفاصوليا البيضة. بصوا ألوانها وشكلها وطريقة الطريقة اللي بنقدمها بيها، بتبقى سلطة دي هايلة. طيب خليني أخد التونة وهرجع أخد أنا بفتفت التونة بتاعتي كويس جداً. ممكن تضعفوا الخطوط دي، يعني ممكن نعمل خطين خطين من كل نوع. نحط الناتشوز بالشكل ده، بنحطها فوق البصل زي ما قلت لكم. ممكن نستبدلها اللي مش متوفر عنده الناتشوز، ممكن نستبدلها بالشيبسي العادي البطاطس، بس نتبلها تتبيلة حلوة هتديها نكهة حلوة جدا وهتغير الطعم بتاع البطاطس العادية. طيب احنا كده الناتشوز بتاعنا تمام. هاخد الزيتون هرميه، مش لازم بشكل معين، بس انا بفضل يبقى بين كل سطر وسطر زيتون، يعني موجود انه هي تحس انها سلطه شكلها مهندم بزياده. ف احنا هنلخبط كده كده واحنا بناكل، فخليني اقدمها بالطريقه دي. اخر واحده ودي هنا. اوكي فضل لنا الزيتون والافوكادو. طيب الزيتون الاخضر وطبعا الجبنه الفيتا ما ننساهاش. خلينا الزيتون الاخضر نلعب بيه بالشكل ده، في الاخر زي ما قلت لكم كله بيتاكل، والدريسنج اللي هنعمله هتشوفوه دلوقتي هيبقى طعمه حلو قوي معاه. يعني الناس اللي هتعمل تيست النهارده هم اللي هيقولوا لنا طعمه ايه. تمام خليني ازود شويه. بصوا احنا في المغرب بنعمل حاجات معينه، مشويات ونشكل في السلطات، ده اهم حاجه عندنا. الجبنه عايزاكم لما تجيبوها ماسكه نفسها، ما تبقاش يعني ما تبقاش طريه قوي عشان ما تبوش. خليني اخلص دي. وهناخد
الأفوكادو. الأفوكادو ده آخر حاجة هنعملها، هنقطعه. وخلينا كمان نعمل بالمرة الصوص بتاعنا. طيب الصوص بتاعنا، خليني أنزل الزيت، زيت نباتي مش زيت، مش زيت زيتون. الكزبرة مفرومة والمستردة، وهناخد زي ما قلت لكم شوية فلفل بسيط. مش هنكتر، والملح طبعا ما بنحطوش لاننا بالنسبه للملح فيه مستردة فبتبقى حادقه معانا. طيب خليني اضرب طيب هنضربهم، اهم حاجه نتاكد انهم ضربوا كلهم كويس وكل حاجه بقت متجانسه مع بعض. هنعملها اخر حاجه دي، ناخد الافوكادو. طبعا انا هنا الافوكادو متقطع ومنقوع في ليمون عشان ما يسودش معايا. مش هحط عليه كله، خليني اشيل اللي في النص دي. طيب احنا كده عملنا الصوص وحطينا السلطه بتاعتنا، هناخد الدريسنج بتاعنا. مش هنزل منه كتير، هنزل منه حاجات بسيطه. وبنحطه، بناخد سوسيره وبنحطه جنبه. اللي عايز بيحط واللي مش حابب ما يحطش، بس هو لا بيبار دي جون، يعني اغلبيه الناس هتلاقيهم لا حابين يحطوا منه لانه بيدي طعم حلو جدا، ما بيبقاش خفيف معانا، بيبقى تقيل. انت بتاخدي شويه بس في الطبق بتاعك او في السيرفيس بتاعك وبتقدميه وبتاكليه وخلاص وبالهنا والشفاء او بالصحه والراحه. اوكي هذه هي الشلاضه ديالتنا، الشلاضه ديال الباربا. بصحتكم وراحتكم. اليوم قدمنا لكم ثلاثه ديال الوصفات، كوتليت مشوي والرقاق، بالحق زدنا عليه شويه ديال اللمسه مغربيه، ودرنا لكم الشلاضه ديال الباربا. نتمنى يا رب تكون هذه الحلقه خفيفه عليكم وعجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. بصحه والراحه، وعيدكم مبارك سعيد. باي باي.